ضروري ما غيكون طلع لكم شي فيديو ولا شي بوست كيبان فيه النجم ديال ريال مدريد والمنتخب البرازيلي الاول فينيسيوس جونيور لعب كره في واحد المدرسه عموميه في مراكش اللي لحللتي اعمار ديال دوك الدراري غتكون غالبا شي اعداديه الدراري ديال 7 8 9. تخيلوا معايا واحد من افضل اللعابه ديال العالم اللي كل مباراه كيلعب مع اراوخو هالاند مبابي الى اخره لعب في اعداديه في المغرب ولعب ميكازا الكره الايقونيه اللي شكون ما لعبش بها ميني فوت. عاد باش موراها فينيسيوس غيمشي لواحد ديال مراكش فين تصور بتوني ديال المنتخب في رقم 2 ايدي الحكيمي كون عارفين الصداقه اللي بيناتهم بجوج ولا حاب بوست في انستغرام ديالو كواحده من اكبر الدعايات للسياحه في مراكش ولا المغرب. امر اللي طرح تساؤلات بزاف ما مر مش فينيسيوس ولا شي نجم كيجي شي مدرسه ولا اعداديه في المغرب ولا قليل كنشوفهم في برا. علاش فينيسيوس جا لديك المدرسه وكيدير العلاقه ديال فينيسيوس مع المغرب؟ غنحاولوا نجاوبوا على هذه الاسئله. بالمقابل خلي معك شي لايك شي كومونتير زوين وضروري نقول لكم ولا عندنا سبونسور جديد لاي واحد منكم يقدر ياخذ من عنده 100 درهم دابا دابا الا وهو ساندويف اللي ديجا يقدر يكون خرج لكم شي ممثل مغربي كيدير لهم اشهار. ساندويف هي واحد لابليكاسيون كتمكنك من انك تصيفط الفلوس من اسبانيا فرنسا الالمان بلجيكا ايطاليا الانجليز امريكان وكندا ركزوا معايا الدول بثمانية للمغرب ماشي العكس يعني من الدول اللي كنتي ساكن فيهم وهما اللي كتركزوا فيهم اغلبيه المغاربه للمغرب. يعني الا كنتي طالب ولا شخص خدام في هاد البلدان وبكل بساطه بغيتي تصيفط فلوس لداركم وكتوحل ولا كيقطعوا لك بزاف ملي كتصيفط كتبقى ساندويف احسن خيار ليك خصوصا اننا على ابواب رمضان. اللي مزيان في ساندويف هو انك كتصيفط فلوس من بلاصتك وفي الحين فين الشخص اللي صيفطت ليه الفلوس كياخذهم في البلاصه عند اقرب وفاكاش ليه. زيد عليها وهذا هو الكادو ديالكم انك لا استعملتي الكود برومو ديالي فاروق ملي تبغي تصيفط غيزيدكم 100 درهم على داكشي اللي صيفطتي. هذا كادو ليكم صوت تلقاو ليا باش تريشارجيوها في الديسكريبشن ما تنساوش تستعملوا برومو كود ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. نبداو باننا نشوفو كيفاش خرجوا هاد التصاور. ريال مدريد كانت يلاه لعبة ضد رايو فايكانو في لا ليغا اي البارح لحد مع جوج ديال العشيه دونك كاع اللعبه ديال الريال بقى عندهم من البارح مع 5 6 العشيه ملي خرجوا من التيران حتى لونطرينمون الجاي في انتظار الماتش اللي عندهم حتى لحد. يعني الريال ما لعبش الشامبيونز ليغ هاد السيمانه هادي دونك عندهم عطله صغيره ديال 3 ايام 4 ايام اللعابه يديروا فيها ما بغاو. يعني فينيسيوس من البارح ما لعب حتى لحد الجاي ولونطرينمون ما غيكون عنده حتى 3 ولا 4 غالبا الاربع. فهاد العطله الصغيره كيف ما شفتو استغلها باش يهبط للمغرب ويدير هاد العمل الخيري. فراه اليوم الصباح دونك خرجوا التصاور وفيديوهات تدخل لكم هنا بان النجم ديال ريال مدريد والمنتخب البرازيلي مشى لواحد المدرسه عموميه في مدينه مراكش. هذه المدرسه كتواجد بحي الشرف واللي غالبا كيف ما قلت لكم تكون اعداديه يعني كتقرا في الدرجه السابعه والثامنه والتاسعه. للعلم انا ماشي فينيسيوس بوحدو اللي جا لمدينه مراكش في هذه اللحظات بل النجم السابق ريال مدريد المنتخب الاسباني واللاعب الحالي ديال بي اس جي ماركو اسينسيو حتى هو كيف مراكش حاليا. بي اس جي لعبت مع نونت البارح حتى هو عنده واحد المده خاويه استغلها باش يهبط لمراكش. كيفاش عرفناه جا عن طريق ستوريات ديال صاحبته اللي لحت فيها انا غدا في جيت بريفي هبط لمراكش الى اخره وكرا وقال شي رياض. صراحه امر عادي فراغ اغلبيه المجاهير العالم كياخذوا مراكش كوجهه لهم ولكن عاد تصادف فينيسيوس واسينسيو هادشي علاش. رجعوا للزياره ديال فينيسيوس. الزياره ديال فينيسيوس لديك المدرسه في مراكش كان طلب من اليونسكو فين كتعتبر فينيسيوس سفير ديالهم. عارف كي غيقول لي شنو هي اليونسكو؟ باختصار اليونسكو هي منظمه ديال التعليم العلوم والثقافه تاسست في 1945 والهدف ديالها هو تعزيز التفاهم ما بين دول اليونسكو حيت ديما كتحاول تحمي المواقع الطبيعيه والثقافيه في العالم اللي كيتحسبوا عليها. فرافيت تكون سمعتي انا زاحد الجامع دخلات تحسب على اليونسكو ولات منا ماشي عاصحه الفنا بالمختلف البلايص التاريخيه واللي عندهم اقبال كبير. زيد على ان اليونسكو ديما كتعطي قيمه كبيره للتعليم وكتساهم بانها تنشر في كاع البلايص. اما فيما يخص فينيسيوس فراه هو عنده معهد ولا سونتر ديالو سماه انستيتوتو فيني جونيور اللي كنعلن عليه في انستغرام. فهاد السونتر كيعاون على تعليم الاطفال وبزاف د الحوايج اخرين متعلقين بالثقافه والتعليم في البرازيل خصوصا. دوك هنا تولي عندك فكره ديال ان فينيسيوس رغم انه لاعب بروفيسيونيل رغم انه عنده اجر كبير كيهتم بالجانب الانساني وانه يهاون الناس خصوصا في التعليم ديالهم والتربيه. هنا فين جات اليونسكو ماشي بزاف رجعتهم لي زومباسادور ديالها اي ولا سفير ديالهم باش يوصل الرساله ديالهم في مختلف المناطق اللي كيتواجدوا بها. الانضمام ديالو اليوم كان عادي جوج سيمانات. تخيلوا عادي جوج سيمانات باش رجعوا سفير في اول رحله ليه جا لمراكش. فين صار هاد المدرسه؟ باعتبارها كاينه في مدينه مراكش اللي كتواجد بها ساحه الفنا اللي تابعه لليونسكو. فيما يخص الزياره ديالو لديك المدرسه فراه مشى لها الصباح ما تصوروش شحال فرحوا به. دخل لبعض الاقسام فيها فين سينا ليهم وجلس معاهم ومن بعد المدرسه غتنظم واحد الماتش صغير فين لعب فيه فينيسيوس مع الدراري وبنات المدرسه. تخيلوا معايا فينيسيوس تشامبيونز ليغ برازيل مونديال الى اخره لعب ميكازا في اعداديه في المغرب. خليكم باش لقطه كنخرج واحد الفيديو ديال شي جوج دراري صراحه ساؤلي شويه بداكشي اللي كيقولوا ما عندك ما دير ولكن على العموم داز كلشي واعر وزوين. من بعد غيبدل عليه فينيسيوس Thank you. Thank you.
بغى يلبس توني في جوج ديال الحكيمي يلبس عليه شورت بغى يمشي لنا واحد لمراكش واحد الصحراء تما فين يحط صوره تما في الدرابو ديال المغرب صرا لقات اقبال كبير من عند المغاربه واللي غيعزز بها السياحه لمراكش ما تصوروش شحال واحد كومونتير على داك البوست كومونتير على اجرد حكيمي مراد كامينغا رودريغو بزاف ديال المشاهير نحطو لكم هنايا وانت انا كومونتيت ليه بيضو يبقى مفولوينيش في انستا ودخل فولوينا في انستغرام وقلت لي نوروا على سميتك ودوز لا طالما كانت علاقه ديال فينيسيوس بالمغرب مزيانه فراه بزاف تصحابو من المغرب منهم حكيمي اللي فيما اشرف كيمشي لمدريد ولا فينيسيوس كيمشي لباريس كيتلاقاو خير مثلا انا مؤخرا فينيسيوس كنتلاقى مع الكراندي طوطو في مدريد فين طوطو لحد الصويره ابار طوطو حكيمي ديما فينيسيوس كيجي للمغرب باش يدوز العطله ديالو وشوف على الاستقبال اللي حضى به ملي ريال مدريد لعبات كاس العالم للانديه في المغرب كيحسب راسو لاعب في البرازيل في العيد ديالو خليكم على اللقطه تما نيت كنحط بوست بالعربيه على المغرب وقلق قبل كبير يعني فينيسيوس من شحال هادي هو عزيز عليه المغرب وخا تصدم شويه ملي لعبنا ضدهم وكنحط بوست نهار قبل بالعربيه انا كلشي شجع المغرب وماشي البرازيل وكنتنط لي شويه مع امرابط فواحد اللقطه ولكن المهم عزيز عليه المغرب صراحه فكرني شويه بالزياره ديال ريسيفا لوفا دي بيدريرو تيك توك اللي كان جا للمغرب باش يدير داك الاشهار ديال بيبسي واللي هي كانت بالبلاد ملي جا وكان كيضرب الزناقي كيشطح مع الدراري الى اخره Receba! Melhor do mundo! Sensacional! Graças a Deus, pai! Receba, caraca! عموما البرازيليين عزاز عليهم المغاربه شوفوا واحد الفيديو كان خرج ديال المجموعه ديال البرازيليين لابسين تونيت المغرب وكيدوا بيناتهم خليكم معاه فيليبيك تروبي اولا صا نون كونسيغي غرافا موت لا ديفيت باش كوم ايكيب تودا اي جيرال بوليتاو جيرال ايكيب ماروكينا تا لا بيست مشى البرازيليين بالمئات والاف المشاهير كيجيو المغرب سوا خدمه ولا نزهه غا كمثال فرحانيا كيتفيلم السيري ديال اوتر بانكس في الصويره غتكون شوف شي لقطه ولنا عشرات الامثله كبيره على المغرب وجهه عالميه كخلاصه فينيسيوس بالشراكه ديالو مع اليونسكو قرروا يزوروا كعمل خيري باش ينشروا التعليم ويزوروا واحد المدرسه في مراكش اللي هي غالبا تكون اعداديه تما في فينيسيوس لعب معاهم شويه تخيل معايا واحد من احسن اللعابه ديال العالم لعب لك في مدرستك مورا غيمشي لنا واحد ديال مراكش في وسط العطله ديالو اللي باقا عنده نهار وقيله وغيلحط صوره بالتوني ديال حكيمي ودي المغرب فين كيبين الحب ديالو لبلادنا هذا ما كان في الفيديو ديالنا قولوا لي نتوما كنتو كتقراو ديك الاعداديه ولا ديك المدرسه شكون اللي تبغيو يزوركم وتلعبوا معاه في الساحه ديالها يعني شكون بغيتي يزورك ميسي رونالدو روبرتو كارلوس كاسياس شكون اللي تبغي يزورك وتولي لاعب معاه في الساحه ديال المدرسه كلها في السبور كلاعب عالمي سؤال زوين بغيت نسمع الاجوبه ديالكم في لي كومونتير هذا ما كان معكم فرق لايف تمنى كنشوفكم في فيديو نتلاقاو في الجاي تهلاو ليا فراسكم عمري شفتي تشيكا بحالك هاك داونية ما كاتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا لازم جاري معنا في حالة تزاد في كينيا